دخلت الكلية عام 68 وتخرجت منها عام 72. أقسمت على نفسي أن يدخلوا أولادي كلهم هاي الكلية حتى يتعلموا على نفس المنهاج والمنوال، والحمد لله تخرجوا جميعا من الكلية العلمية الإسلامية. أحفادي موجودين الآن اثنين في الكلية، واحد في الصف الخامس وهشام في الكي جي 2. استكمالا لمسيرة والدي الدكتور هشام القيسي، برضه تخرج من الكلية وكان برفقتي إخواني وأبناء عمومتي، والآن بدرس فيها أولادي ماسا وهشام. نهلنا فيها من العلم الكثير وكبرفقة أطيب الأصدقاء. بابا وجده تخرجوا من الكلية العلمية الإسلامية، بحب أنا مدرستي كثير. ترعرعت في هذه الكلية منذ الحضانة حتى تخرجي في التوجيه سنة 1965. الواقع ما زالت ذكريات هذه الكلية عميقة جدا في ذاكرتي، ومن حبي وشغفي لهذه الكلية سجلت أولادي الأربعة، ثلاث أولاد وبنت في الكلية الإسلامية وتخرجوا منها الحمد لله، ثم جاء أبنائي وعملوا أسوة بي وقدوة بأبيهم، سجلوا أبنائهم. فنحن الآن بفضل الله حتشوفوا ثلاث أجيال، أنا الجيل الأول، ثم جيل ابني فراس وفتحي وفيصل، ثم الجيل الأخير هم أبناء أبنائي. أنا من كي جي 1 للتوجيه درست بالكلية وتخرجت ورجعت لها للكلية. والدي خريج الكلية ودكتور الكلية، وزوجي كمان خريج الكلية، وهلأ ابني كي جي 2 حطيته بالكلية. بعد تخرجي من هذه المدرسة التحقت في جامعة الطب في إسبانيا، وعند عودتي من إسبانيا عملت في هذه المدرسة كطبيب متفرغ لمدة 36 عام، ولي أبناء درسوا في هذه المدرسة وأحفادي كذلك يدرسون في الوقت الحاضر في هذه المدرسة. أنا مالك البقاعي بصف الثامن باء بالجيل الثالث من عائلة البقاعي، من بعد أبوي وجدي اللي كمان كانوا من خريجين كلية العلمية الإسلامية. طبعاً أبوي نقاني أن أكون بهاي المدرسة بسبب تأسيس القوي جداً، وبفتخر أن أكون بهاي المدرسة بسبب مجتمع جميل جداً. صدقوني كلما أمر جنبها حتى الآن وأنا بهذا العمر يعني أخشع وأقول إنه هذه كلية لها فضل علينا، وعيب جداً جداً أن ننسى فضلها. لها كتير معاني عندي، ذكريات، مشاعر، عراقة. هدفي كان إنه أولادي مثل ما أنا طلعت منها طلع أولادي منها، لأنه تطور، تعليم، حب، الحنان، العيلة، هي الكلية العلمية الإسلامية.